ونستقبلوا محمد معنا على الخط من الدار البيضاء. السلام عليكم سي محمد. وعليكم السلام اختي. نعم محمد، شنو السؤال ديالك؟ اختي انا كنعيش بخير، ما كان عندي حتى شي مشكل في الحياه ديالي، مجوز، عندي دري عنده 3 سنين، الاب ديالي جندي متقاعد، الوالده ديالي خياطه. واحد النهار بين السبت غادي خارج من الدار قرب المنزل ديالي، ومعي واحد الصديق ديالي كيخدم معايا في لومبي. وقفونا رجال الشرطه وقفني، كيجي البرقاق اللي كيخدم مع دوك رجال الشرطه، قالوا لي هذا اش كيدير؟ قال لهم بزناز ضربني واحد الضربه لودني، تخرج لي الدم من ودني، دارنا المينو، هزوا لنا الوراق، داونا لافيشي تيب ديال المخدرات، بحثوا معنا لقاو بان ما غلطوا فينا. من وراء انا ملي خرج هزتني لومبيلونس، داوني الحسني، لقاو الطبل ديال الودن طقب ليا، درت الراديو كلشي، عطاوني شهاده طبيه في 25 يوم، دوار لي معنا كلشي شاهد ليا ان داك الشرطي تعدى عليه، واني انا ما كنت من مخدرات، ما عندي صوابق ما والو. فيش عاد وكيل العام، وكيل المالك، ولي الدار البيضاء، جمعيات ديال المظالم، ما كتعيط لشي واحد كتسمع بوليسي كيقدر شي. وانا دابا البارح بقى لي انهيار اعصابي، طحت، داوني لواحد السبيطار ديال الطب النفسي، غنتبع فيه بسبب هاد الشيء اللي وقع لي. ولكن واش درتي محامي؟ محامي ما قال لي المحامي خاص بعدا كنت دوسي تخدم خاصهم يتحقوا ويتسامعوا ليكم. لا اسمح لي حيت هادشي راه ماشي اختصاص ديال المظالم ولا الوالي لا. ولا اختصاص حتى شي واحد من هاد اللي قلتي لي كلهم، خاصك شهاده طبيه وخاصك توضع شكايه عند وكيل العام. درتها صافي، ما كاينش رد عليها. لا غادي تتبع ديك الساعات واسمعني. رد لي الوكيل العام، شكايه رد لي الوكيل العام، دخل السيكيريتي ورد عليا، قال لي ما احنا ما عندناش هادشي. كيفاش ما اسمح لي رد لي راجع عليا الشكايه. اسمح لي غادي دير محامي، حيت انت ما غتفهمش المساطير. محامي راه ريحت معاه البارح ودرت معاه، قال لي خاص بعدا كيندوز التحقيق، هما عيطوا لذاك البوليسي ما استدعوش من التوقيت. اي ولكن راه قبل ما نوصل للتحقيق راه كنبداو اول وثيقه كنبداو بها هي الشكايه. الشكايه درتها. اذن غتبع معاه تبع. شوف الله يرضي عليك، الله يرضي عليك، دابا انت راك منيرفي وحاس بان حقك مشى وما راضيش وما حاملش وباغي حقك. ما مرضتش ماشي. اه ولكن خصك غير شي شويه ديال الصبر وخدم معايا بالعقل. صافي. راه في هذه البلاد هذه الا طبقتي القانون وطبقتي المساطير وكنتي فايق وبادرتي للمساطير، يعني درتي داك الشيء في الوقت المناسب، راه غتاخذ حقك. كلامك هو كبير ودرت كل شيء، دابا مده 10 ايام زار عاوتاني رجعت. واش كتقول لي انت درت كل شيء وانت كتقول لي البارحه تلاقيتي محامي؟ لا المحامي هضرت معاه البارح باش نتشاشر معاه. هو ماشي تستشر معاه، راه هو اللي خصو يدير كل شيء. انت خصك تمشي عند الكوميساريه. لا ماشي الكوميساريه، انت غتمشي عنده غيدير لك شكايه بعدا عند وكيل العام. داروها ليا، داروا لي شكايه. ايوا مزيان، علاش تقول لي ردها لي؟ هذيك الشكايه شنو هو المآل ديالها؟ رد لي السيكيريتي، قال لي احنا ما قابلينش هذه الشكايه. ما كاينش هذه الهضره هذه، انا ما تنقبلهاش، ديالها يقول لك السيكيريتي احنا ما كنقبلوش، هذه ما كايناش. غتمشي عند المحامي وغادي المحكمة ديال الاستئناف. المحامي هو اللي خصو يدير لك شكايه عند وكيل العام، هو اللي غيكتب لك الشكايه، وغدير لها شهاده طبيه ديالك، وغادي تجيب الشهود ديالك باش ملي يصيفط الوكيل العام الملف للشرطه القضائيه ولا الفرقه الولائيه اللي غادي يستمعوا ليك ويستمعوا للشهود ويستمعوا حتى المشتكى به، غتكون عندك ديك الساعات العناصر كلها، وهما كيردوا الملف ديك الساعات، الشرطه كترد الملف للوكيل العام، والوكيل العام ديك الساعات تيقرر واش كاين متابعه ولا ما كاينش متابعه. هذه هي المسطره السليمه اللي تخصك دير. اذا انت ماشي انت اللي غتوضع شكايه، انت غتمشي فقط تختار المحامي وتشرح له شنو كاين وتعطيه الوثائق اللي عندك، وغيطلب لك معلومات ووثائق اخرى خصك تجيبهم له، وغادي تكل على الله. سي محمد الله يوفقك ولاباس عليك ان شاء الله. دكتور بالنسبه للمديريه العامه للامن الوطني ما عندهاش دخل؟ ما عندناش دخل، حنا اجراءات قضائيه، علاش نمشيو للاداره؟ يعني ما يديرش شكايه مثلا ضد هاد الشرطي اللي تعدى عليه؟ هذيك شكايه اداريه. هذيك شكايه او مسطره اداريه يمكن له يديرها موازاه مع الشكايه القضائيه اللي غادي يدير، حيت دابا هو خصو يحفظ الحق ديالو وتكون المتابعه ديال هاد الشرطي. اذا باش تكون المتابعه ديالو خصنا نثبتوا عليه بانه هو اللي ضربه وبانه سبب له فعاهه مستديمه وتوقف عن العمل وبشهاده الشهود. ديك الساعات غادي يجي يدلب الاقوال ديالو، والوكيل العام غادي يحرك المسطره الا كانت العناصر المكونه للجريمه ديال التعدي ولا العنف المفضي الى عاهه، غادي ديك الساعات تكون المتابعه وغادي يحيل الملف على قضاء الحكم والمحكمه غادي تحكم. اذا ما ماشي بهاد، حيت الناس كيحجموا تيقول لك اللي مشيت عنده قلت له بوليسي ما كيبغي يدير لي حتى شي. الله ودي
الله ودي شحال من بوليسي تعتقل ديال الشيكات عن الاصدار شيك بدون رصيد، شحال من بوليسي تبع في المجلس التاديبي، شحال من بوليسي راه توقف عن العمل ديالو، وشحال من بوليسي راه مظلوم حتى هو ظلموه في مساطر اللي هو ما دار لا بيديه ولا برجليه ومتوقف عن العمل. راه عندنا واحد بوليسي سميتو علي وكيديما كيتصل بينا نعم تيقول لك فين وصل الملف ديالي، يعني ما يبقاش يديروا هاد لا كيسمعوا بوليسي. لا راه الحق حق، ولكن خصنا نتبعوا المسطره ونعرفوا على من دقوا، ودابا هو اللي خصو يمشي عنده هو المحامي. دكتور فحال كان الشكايات فعلا كتوضع وما كيقبلوهاش منه النيابه العامه ما عندهاش دخل. لا شي دابا الدور شي السميه ديال المحامي الناس خواوها من المضمون ديالها. عرفتي شنو هي كلمه محامي؟ يعني راه كتكون مظلوم ومقهور ومهلوك وما عارف منين تبدا وضايع، وملي كتمشي عند المحامي كيحميك وكيوفر لك الحق ديالك، وكيعرف شنو هي المسطره اللي غيمشي يدير وشنو هي البيبان اللي كيدق عليها، وكيجيب لك حقك وكيهز لك راسك داخل المجتمع. علاش هو سميتو المحامي؟ كيحميك كيعطيك حمايه. للاسف رجع هذه الكلمه ملي تنقولوا محامي ما بحال ما عندها علاقه بالحمايه. ما محامي لا، وقع له مشكل اول ما خصو يدير يمشي يدق على محامي. المحاميين خصهم يعرفوا بانه راه ما كاينش فرق بينه وبين وكيل الملك ولا وكيل عام للملك ولا قاضي الحكم ولا ضابط الشرطه القضائيه او عميد الشرطه القضائيه او عميد في الشرطه. راه كلهم داروا نفس التكوين، كلهم عندهم اجازه في القانون، وكل واحد اختار طريقه، وكل شيء تيتعاون من اجل تحقيق العداله. والمحامي يعتبر من اسره القضاء، من أسرة العدالة اللي كي يساهم في تحقيق العدالة. إذن حتى المحامي ملي يدخل عند الوكيل الملك ما يحسش براسه بأنه راه نقاص ولا راه وكيل الملك. لا، رحنا كنا قرينا نفس القراية، انت خديتي واحد الاتجاه وأنا واحد الاتجاه، انت غادي تدافع على المجتمع وأنا غندافع على الموكل ديالي. نفس القانون نفس المساطر، القانون عاطيك انت صلاحيات والقانون عاطيني انا صلاحيات، وعاطيني مانع حمايه، عاطيني انت انا حمايه وعاطيني حصانه وعاطيني امتيازات اثناء ممارسه المهنه ديالي كمحامي. الناس ما خصهمش يغلطوا يسحبوا كنهضر كيسحبوا انا محامي، انا ماشي محامي. تنقول لك المحامي والمحامي كيفاش خصو يحس براسو يكون داخل عند وكيل الملك، باش ملي تيكون المحامي المستوى ديالو عالي راه وكيل الملك كيقدروا وتحترموا. ولا شاف فيه محامي خايف خجول، راه ما كاينش الخجل في المحاماه، في القانون راه ما كاينش الخجل، راه عندك مصير ديال الانسان جا تقفيك وعطاك واش دابا هذا وقت زياده. انا ما تنفهمش كيفاش هاد الحكومه كتختار دائما الوقت الغير مناسب لاخذ قرارات. شنو هو المشكل؟ شنو هو المشكل عندها باش ما تلقاش الحل في اقرب وقت؟ لان جرس الخطر كيدق. واش الناس عطيناهم الدعم او حيدنا لهم الدعم؟ راني عطينا الدعم، عطينا احساس بالطمانينه قال الله 500 درهم غادي ندير بها وندير بها وندير بها، وعطينا له شهرين ثلاث شهور حيدناها له. واش هو في شهرين ثلاث شهور هو خدا الدعم وغادي تزاد عليه شي حاجه جديده في حياته؟ راه ما يمكنش. هاد البلاغ فيه 18 سطر بالضبط، 15 سطر كلها كتكلم على الدعم، على امو التضامن والدعم المباشر الاجتماعي المباشر، وثلاثه ديال الاسطر فقط التاليه هي اللي غادي تضيف فيها المعلومه اللي من اجلها دار هذا البلاغ. فهذا في حد ذاته دليل على ان شي حاجه ماشي هي هذيك، حيت البلاغ الصحفي الاسم العنوان ديالو اصلاح منظومه الدعم.